السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا، وبعتذر بشدة عن التأخير. كنت مش متحمسة وحاسة ان اعداد المشاهدة قليلة قوي على المجهود المبذول، بس تشجيعكم ودعمكم بجد اخجلني وخلاني افوق وارجع تاني بإذن الله. اتمنى تسامحوني على التأخير ده كله. اهلا بكم في قناتي The Bite of Delight او قطمة السعادة. انا صبا، وان شاء الله في الفيديو ده هوريكم احلى وصفة للماربل كيك او الكيك الرخامي ممكن تدوقوها او تعملوها. انا هنا استخدمت العجان للسرعة، بس كل ده ممكن يتعمل بالمضرب الكهربائي اليدوي عادي جدا. عملتها معكم قبل كده في كيك البرتقال وكيك الفانيليا اليومي وكذا وصفة قبل كده. اول حاجة هضيف نص كوب من الزيت وعليهم نص كوباية من الزبدة اللينة في درجة حرارة الغرفة. هضربهم شوية، بعد كده هضيف لهم كوبايتين من السكر الابيض العادي، يفضل يكون كاستر شوجر او حبيباته ناعمه. هخفق تاني كويس جدا لحد ما الخليط يبقى كريمي ولونه فاتح جدا. بليز الخطوه دي مهمه قوي، لازم لونه يبقى فاتح جدا قريب للابيض. بعد كده هضيف 4 بيضات، بس كل واحده لوحدها، وعليها رشه فانيليا ورشه خل عشان الزفاره، وبعدين هخفقها كويس، ولما تختفي في الخليط هضيف اللي بعدها بنفس الطريقه. ودي اخر واحدة. وبعدين هننزل الاطراف عشان اضمن ان كل حاجة ممتزجة كويس مع بعضها. هضيف نص كوباية من الزبادي وهخفق، وبعدين في طبق على جنب عندي 3 كوبايات من الدقيق المنخول، هضيف لهم 1 معلقة صغيرة من الملح، وهضيف لهم 3 معالق صغيرين من البيكنج باودر. هنخلطهم كويس مع بعض وننخلهم، وبعدين هضيف نص الخليط الدقيق على خليط الزبدة والسكر والبيض، وهقلبه برفق من تحت لفوق بسباتشولا. وبعدين هضيف نص كوباية من اللبن الحليب كامل الدسم، واخيرا هضيف باقي كمية خليط الدقيق ونقلب كويس بس برفق. وفي طبق على جنب هحط 3 معالق كبار من المية المغلية، وعليهم 1/4 كوباية زائد 1 معلقة كبيرة من الكاكاو المنخول خام ما يكونش فيه سكر. وهضيف له 1 معلقة كبيرة من الدقيق عشان يبقى قوام الكيك عندي مظبوط. وبعدين هضيف لهم تقريبا 1/4 أو 1/3 الخليط، حوالي 4 مغارف كبار مليانين، لاني مش بحب اعمل نص الكيك كلها شوكولاتة. طعم الشوكولاتة بيضغى جامد قوي وما بتبقاش طعم الكيك الفانيليا باين، ولكن ده طبعا حسب رغبتكم. بالطريقة دي بيبقوا الطعمين باينين وممتازين جدا مع بعض. دلوقتي هجيب القالب اللي انا اوريدي دهناه بالمادة الدهنية وحط فيه ورق خبز، هحط له 2 معالق من خليط الشوكولاتة وجنبها 2 معالق من خليط الفانيليا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بعود من اعواد الشيش طاووق هعمل حرف 8 بالعرض عشان الكيك يبقى رخامي ومتداخل مع بعضه، وبعد كده بالطول بدون مبالغة عشان الخليط يفضل رخامي ما يقلبش كله شوكولاتة. وهخبزها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 175 مئوية لمدة من 45 دقيقة لساعة حسب حرارة الفرن. وطبعا اول ما ندخل عود خلة في المنتصف يطلع معايا نضيف بدون خليط كيك سائل، يبقى كده بقت جاهزة عندي. اول ما بتطلع بسيبها في الصينية تهدأ لمدة 5 دقايق، وبعد كده بطلعها اغلفها بالكلينج راب، وده كلينج راب بيتحمل الحرارة فمش بيسيح ولا اي حاجة. وبعد كده بشيلها ملفوفة لحد ما تبرد خالص، ده بيخلي الكيك عندي تفضل طرية ورطبة بشكل رائع. وعموما الخطوة دي اختيارية مش لازم تعملوها.
ممكن تطلعوها تبرد متغطية بفوطة وتقدموها دافية، أو لما تبرد خالص وهنا بردت هنقطعها مع بعض. طرية وطعمها خطير وتستحق التجربة بجد، وصفة من الآخر أحلى من المحلات صدقوني، وجربوا وشوفوا بنفسكم. وبألف هنا والشفا، أتمنى تجربوا الوصفة دي وتسيبولي رأيكم فيها في التعليقات. وشكرا ليكم جدا على حسن المتابعة وعلى الدعم وعلى المحبة اللي وصلاني منكم، أشكركم من كل قلبي على متابعتكم وإخلاصكم ليا. ميرسي جدا، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.